كل آية من القرآن الكريم فيها ظاهر وباطن وعجائب وأسرار كثيرة، كل ما تعمق الإنسان بها وصل إلى فهم أعمق. فقير اللي ما يقرأ وما يفهم، والأفقر هو اللي أصلاً ما يقرأ. أستاذ علاء، سؤال، بما أنه بيدك القرآن، أكو ناس تقرأ قرآن وعاقبتها سيئة، زين هو مكتسب حسنات؟ أي راحت حسناته؟ بس هو القرآن مو بس للحسنات، القرآن دستور أنت لازم تطبق أوامره ونواهيه وتمشي عليه حتى تنجح في حياتك. بعض الأشخاص يعمل أعمال صالحة ويكسب حسنات، ولكن يعمل معصية ويخسر كل حسناته. زين شنو علاقة الدستور بالقرآن؟ دستور يعني منهج حياتي، بي قوانين وأوامر، إذا أنت طبقتها صح راح تصير صح إن شاء الله، تأخذ إجابة أسئلتك من القصة وتفهم قصدي. أستاذ علاء، قصتنا اليوم عن برير، احكي لي شوية عنها. زين، يعني اليوم ما راح نصور، تمام، أسولف لك عن برير. برير بن خضير الهمداني المشرقي، طبعا الهمدانيون من القبائل اليمانية اللي سكن الكثير منهم بالكوفة، المعروف عنهم بشدة ولائهم لأهل البيت عليهم السلام. برير يعد من التابعين ومن صحابة أمير المؤمنين عليهم السلام، ومن العباد كان، وكان من قراء القرآن بالكوفة، وكان يلقب بسيد القراء أو شيخ القراء. زين تعرف شنو يعني كلمة القراء أو شيخ القراء؟ يعني اللي يجيد القراءة بصورة صحيحة. نعم، ولكن مو هكذا فقط، وإنما يطلق هذا اللقب على اللي يعلم الناس قراءة القرآن وتفاصيله، وسيد القراء هو أستاذهم. لما يكون الشخص قرآني مثل برير يكون صاحب بصيرة، يعني قراءة القرآن وحدها ما تكفي طبعا من غير فهم وتدبر الآيات. مثلا قادة الخوارج اللي حاربوا الإمام علي عليه السلام كانوا من قراء القرآن. زين راح نصور؟ قبل لا نرجع نصور أستاذ علاء، أنت خوفتني، أنا أقرأ القرآن لكن كثير من تفاسير القرآن ما أعرفها، هل عاقبتي ستكون سيئة؟ زين رب العالمين أرحم الراحمين وهو أعلم بحالي. لا تخاف، الله يحاسب الناس ويعاملهم على قدر عقولهم، وأنا ما أقول مثلا أنه القرآن أنا فاهمة بكل تفاصيله، لكن المقصود أنه لما تقرأ تحصل على ثواب تمام، ولكن تحاول قدر المستطاع أنه تفهم معاني الآيات وتسأل أهل الخبرة، تقرأ مثلا التفاسير، تسمع محاضرات، اسأل نفسك رب العالمين شنو يريد من عندي بالقرآن، هذا المطلوب من عندنا جميعا. أما أنك تقرأ القرآن مثل الجريدة وتريد تنتهي فقط أو سلوكك كله مخالف للقرآن، لا. زين كمل لي قصة برير. أنا أقول لك، لما سمع برير أنه الإمام الحسين عليه السلام خرج من المدينة المنورة وعرف بالمخطط الأموي، ذهب إلى مكة حتى يلتحق بالإمام الحسين عليه السلام. بعدها إجا مع الإمام الحسين إلى كربلاء، لأنه شرارة الولاء تتوقد في قلب برير ويشعر بهذا الحماس الكبير، هو يرافق إمامه وسيده حتى ينصره، هو هذا العشق. البرير كان مواقف كبيرة بكربلاء، واحدة منها أنه طلب من الإمام الحسين عليه السلام يقابل عمر بن سعد وجيشه حتى ينصحهم ويوعظهم، إلى أن قال لجيش عمر بن سعد: وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابه وقد حيل بينه وبين ابنه. برير كان يرى أنه القلوب سودت، الضمائر ماتت، النفوس فسدت، والبطون ملأها الحرام. بعد ما تكلم ويا جيش عمر بن سعد، قابل عمر بن سعد ونصحه، ماذا كان جواب عمر بن سعد؟ قال: يا أخا همدان، إني لا أعلم حرمة أذاهم، ولكن يا أخا همدان ما أجد لنفسي تجيبني إلى ترك الري لغيري. عجيب، يقتل إمامه لأجل الدنيا؟ إيه نعم، حب الدنيا رأس كل خطيئة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. كرامة حثت البرير بساحة المعركة وكانت حجة على الأعداء، ولكن ما تابوا. تباهى البرير مع أحد الأعداء واسمه يزيد بن معقل، وكل واحد قال أنه إحنا ندعو ورب العالمين يستجاب للصالح ويهلك الضال بيد الصالح، والله سبحانه وتعالى استجاب لبرير، وبرير قتل يزيد بن معقل، ولكن مع ذلك ما تابوا. وبأثناء القتال مع أحد جنود عمر بن سعد، جاء الآخر وطعن برير بالرمح في ظهره، قتل برير، انقتل برير، رحل برير عن هذه الدنيا حتى يعانق رضوان الله سبحانه وتعالى، وأخذ رأس الشريف مع رؤوس أهل البيت عليهم السلام وآل الرسول يطاف بهم بسكك الكوفة وأزقتها. زين شلون واحد يكون مثل برير يصبر
ما عدد قليل معه وعدد كبير ضده، وإحنا بهذا الزمن. لا يغر كثرة أهل الباطل، فتن وصراعات ومغريات، لكن اللي يصبر ويثبت هو اللي راح ينتصر ويكون من أنصار إمام زمانه. وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. نحن بدنا نصور لولا.